يقال أن الوقاية خير من ألف علاج، ولهذه الأسباب ولغيرها تتجند وزارة الصحة مع باقي فعاليات مجتمع المدني بمدينة فاس من أجل الكشف على المبكر عن سرطان الثدي وعن سرطان عنق الرحم، مجندة لذلك أطقما طبية متخصصة في كافة المجالات. ولهذا فإنها تعمد على الكشف عن هذا المرض، وإذا ما أصيب لا قدر الله أحد بهذا المرض فإنها في يومه وفي حينه تقوم بالإجراءات اللازمة من عملية جراحية وتتبع طبي من أجل استئصال هذا المرض الخبيث ولحجل الحد منه. ولهذا السبب فإننا نتواجد بمستوصف سيدي بوجيدة المحادي لهذه المستوصف من أجل الكشف ومواكبة أولئك الذين استفادوا من هذه العملية التحسيسية للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة ضياء المغالي، طبيبة رئيسية في المركز الصحي سيدي بوجيدة. اليوم بفضل هذه الحملة هذه التحسيسية ديال سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم استطعنا نكتشف واحد الحالات جديدة، والحمد لله يعني إلا كان اكتشاف ديال المرض يعني تيكون العلاج يعني شحال ما كان الكشف ممكن شحال ما العلاج ممكن. هل تم اكتشاف بعض الحالات في هذه العملية الآن التي تقوم بها؟ هذه أول حالة السيدة هذه لقيناها بأنها ما كتعرفش بأنها عندها سرطان الثدي، وبالصدفة احنا اكتشفنا النهار بأن درنا لها يعني ليكوغرافي مامير الفحص بالصدى. دابا غادي ندوزو غنديرو لها الاشعه على الثدي ديال اليمين ديالها، وعندها سيلان ديال واحد السائل بحال القيح كنقولو، بحال يعني تغير في اللون ديال الثدي، وهي ما عارفاش الحاله ديالها. ودابا بالصدفه حنا اكتشفنا السن. كم هو عمر هذه المستفيده؟ هو عندها 60 سنه، وهذا الحمله حنا كنديروها من 40 سنه فما فوق، يعني السيدات من 40 سنه فما فوق بالنسبه لسرطان الثدي، و 30 سنه فما فوق بالنسبه لسرطان عنق الرحم. من هذه العمليه في 45 الى 65 تقريبا، هذه هي الفئه العمريه اللي هي الرساله التي تريدين ان توجهها لها لباقي النساء. النساء يعني هما يكونوا دائما على بال، هما اللي يكونوا دائما يديروا اون بالباسيون يعني دخلت الحمام واحد الفحص ذاتي تقلب اللي عندها شي ولسيسه شي حموصه شي حاجه تغير في اللون شي سائل تيخرج من الحاله ماشي يعني شي حاجه اللي عندها مغايره للعاده كتلتجا الاول طبيب، هو الطبيب ديال الحومه كيقولوا المستوصف يعني اقرب من قريب، والطبيب ديال المستوصف كيوجهها الطبيب اختصاصي اللي هو اختصاص في امراض النساء والتوليد والجراحه الا كان شي حاجه يعني. والحمد لله كاين التحاليل كاين كلشي، وكاين مؤسسة لا سمى المحاربة ضد السرطان كيكون فيها يعني تحاليل مجانية، والحمد لله يعني هذا يعني اختلاف يعني هذا تقدم نقولوا كبير بالنسبة لبلادنا، لأن الشيء تيدوز فينا بيرسي ما كاين ما كينسوقوش الخبر النساء حتى كيوصلوا لواحد المرحلة اللي كيكون ما يمكنناش ديك الساعات ندخلوا فيها. شكرا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر مستقلة بريس على هذا الحوار اللي كيستجبونا فيه. أما بالنسبة للمستوصف سيدي بوجيدة، المستوصف سيدي بوجيدة جرنا عملية تحسيسية احنا جمعية، وقمنا هذه واحد تقريبا شهرين وحنا كنقوموا بالجهودات باش نديروا هذه العملية التحسيسية على سرطان الثدي وعلى سرطان عنق الرحم. كنشكر المسؤولين عن قطاع الصحة بمدينة فاس وخصوصا وعلى رأسهم السيد مندوب وزارة الصحة على الموقف ديالو النبيل، وكنشكروه على هذه العملية التحسيسية المجانية ديال عنق الرحم والثدي، وكنتمناو من الله باش تستمر هذه العملية التحسيسية ماشي غير هذه المرة، مرات ومرات ومرات، باش سيدي بوجيدة راه من الفئة الفقيرة والهشة جدا، والناس كتعاني من الأمراض والناس ما عرفتش الأمراض، مرض تيدي راه مرض خبيث كيصيب النساء، ومن كيصيبوا النساء خص النساء يجيو يداووا،
يجيو يداووا باش يشوفوا واش عندهم المرض ولا ما عندهمش المرض. وهذه عمليه تحسيسيه. كنشكروا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كنشكروا الاطباء اللي اثروا هذه الحمله العامه. سيدي العدد اللي وصلتوا الان في حدود الساعه في عمليه البحث عن السرطان وعنق الرحم؟ حوالي 294 حاله اللي دازت، منها شي حالات راه خطيره وان شاء الله ما يكون غير الخير. راه قالوا لنا غيداويوهم مجانا. وهذه العمليه عمليه ممتازه، كنتمنوا من الله باش تكون عمليات اخرى من مثل داء السكري وداء السكري وليفاريس وشرايين القلب مستقبلا. شكرا سيدي فؤاد. نشكر على واجبنا عمل سيدي. كنشكروا سي عبد الرزاق ومستقل لابريس على هذا الاستجواب القيم. شكرا. كذلك يحضر معنا وجها شابا أبى إلى أن ينخرط بجمعيته في إطار عملية تحسيسية لسرطان الثدي وعنق الرحم. مرحبا سي تازي. مرحبا. شكرا مستقل لابريس. سيدي تازي رئيس جمعية الدعاء لإحسان الأعمال الاجتماعية والخيرية. اليوم أبت جمعية الدعاء وتنسع مع بعض الجمعيات المجتمع المدني مشاركة مع مندوبية وزارة الصحة ومركز داء السرطان ديال السلمة بتنظيم واحد الحملة طبية للكشف المبكر ديال سرطان الثدي وعنق الرحم. كنشكر كل المسؤولين على قطاع الصحة منهم السيد مندوب وزارة الصحة بعمالة فاس. كنشكر السلطات على التنظيم، وحنا إن شاء الله كمجتمع مدني جد إن شاء الله حنا في التنظيم وفي التوعية وفي التعبئة ديال الساكنة. وكنتمنى تكون الاستفاده لعدد اكبر ديال الاستفاده ديال الناس. وكنشكروا السلطات من الوعايه ومن الاخوان كاملين، تحياتي للجميع. شكرا. رحم معنا احدى المستفيدات. الاسم؟ السلام عليكم. زاد استفدت من المرض والحمد لله. دابا درت عمليه الحمد لله، وكنطلب من الناس كاع اللي مراض اللي هذا يجيو يستافدوا. انا ندوزو هاد الميمه. هل استفدتي الان بالكشف الكامل؟ لا مازال ما درتش الماموغرافي، ولكن انا استفدت في المستشفى. درت عمليه داخل ديال الجراحه الحمد لله. ماذا تطلبين من النساء؟ الناس كاع اللي مراض اللي يحس بشي حاجه يجي يدوز في اقرب وقت قبل ما يفوت. إذا فالكشف المبكر يقينا من الأمراض، لا فقط من سرطان الثدي، بل الكشف المبكر يسهل عملية العلاج ويسهل عملية اكتشاف المرض.